السلام عليكم خوتي، كيف نتوما؟ لاباس عليكم؟ بخير. نتمنى تكونوا في صحة جيدة وفي أحسن الأحوال. نعرفكم بعد بصديق ديالي بيكو، ها هو. كيسلم عليكم. يلا خوتي، دابا موضوع ندخل طول عرف الموضوع، ما نطولش عليكم. بالنسبة خوتي، جيت في واحد الموضوع مهم مهم بزاف، واحد الرسالة جاتني من عند العربي الروفيكس، وكيقول المحبين ديالو، الناس اللي فان ديالو كاملين، الله يجازيكم بخير اخوتي، الله يرحم والديكم. اللي عنده شي فيديو او لا شي ديسكو ديال العربي الروفيكس من ديك الدياسك قدامين اللي فيهم تخسر الهضره وكلاش، مثلا كلاش المسلم وكلاش، المهم الديسك ديالو ولا فيديوس اللي فيهم تخسر الهضره وكلاشات بنادم تخسر الهضره، وهذيك اللي عنده شي فيديو من هذوك ولا شي ديسكو يمسحو. الله يرحم والديكم، الله يجازيكم بالخير. العربي الروفيكس كيبغيكم بزاف، كيسلم عليكم والله العظيم، وكيقول لكم كيتمنى تمسحوا هذا الشيء اللي قلت لكم انا دابا، ما يبقاش يدور، باش ان شاء الله غادي يرجع بالجديد وديك الشيء نقي. وكما كتعرفوا العربي راه روفيكس دابا راه عنده بنتو وبنيته بدات كتكبر، يعني ما خصهاش تمشي للمدرسه ولا هادي يقولوا لا باك سمع باكش من باكش سمع باش منك يقول ما ثم كتعرفوا يعني مني وجبت اي واحد، وحنا كمسلمين يعني بالعكس خصنا نتعاونوا مع بعضنا، حاجه بحال هذه نتعاونوا عليها كاملين. اوكي خوتي، يلا الله يجازيكم بالخير، كونوا معنا في المواعيد صافي. اللي عنده شي فيديو بحال هذا ديال روفيكس تخسر الهضره وداك ثم عارفينش اللي كاين اولا شي اغنيه من هذوك يسوبريميها، والله يجازيكم بالخير. ولا بغيتو العربي ان شاء الله يرجع شي حاجه نقيه بزاف بزاف طوب، انا هادشي اللي قلت لكم. يلا السلام عليكم وشكرا بزاف.